أدرس عند بعض طلبة العلم ويقولون نحن نسير على منهج أئمة الدعوة ولكن لا نأخذ من الأئمة، ويهمزون في شيخ الإسلام ابن تيمية وفي الذهبي، ويحذرون من العقيدة الطحاوية ومن دراستها ومن شرحها، ويحكمون بتبديع الطحاوي، فما رأيكم في هؤلاء؟ وهل ما يقولونه حق وصحيح نأخذ به؟ الحين يقولون من أهل السنة ويطعنون في الأئمة، وين أهل السنة؟ هؤلاء كذبة، ليسوا من أهل السنة، لكن يقولون نحن من أهل السنة من باب الكذب والتستر. وإلا هؤلاء يعادون شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعادون شارح الطحاوية، ويعادون الأئمة، هؤلاء ليسوا من أهل السنة، لكن يقولون نحن من أهل السنة من باب الخديعة لكم، فاحذروهم وابتعدوا عنهم. نعم.